كولر ايه حكايته؟ مش فاهمين. بقول الاخبار وبطلع احكيها ومعلومات بتجيلنا، لكن ايه سر العلاقه؟ ليه ابعدك عن الفريق، عن التدريبات حتى نفسها؟ ايه اللي حصل من اول ما وصل كولر لحد ما انت دلوقتي هتبقى في الاتحاد السكندري اعاره؟ انا ما عنديش بجد اي معلومه. انا كل اللي كان عندي ان هي ممكن يعني غالبا كانت رؤيه فنيه، فما اعرفش حتى لو هي رؤيه فنيه ليه برضو حتى ما نزلش التمرين. يعني اتبلغت ان انا يعني انا كنت طلبت ان انا اقعد مع المدير الفني بعد ما محاولات الاعاره فشلت. يعني كنت عايز اطلع في الصيف في الصيف، كمبيوتر برضو، كان فيوتشر وكان سيراميكا تمام وكان في البنك، كلام في البنك، وكان تمام في سموحة، كان في كتير، فكان في كانت ليه كان بتقف؟ ليه اوبشن. والله يا مش عارف. من النادي اقصد، ولا من الانديه، ولا التفاوض؟ التفاوض بقى يعني التفاوض. انا كنت كان في سيراميكا، بس كان في نفس الوقت كان في اخر يومين كان صلاح محسن معايا، ايوه. وصلاح محسن كان قائمة انتظار. فلو ما كناش يعني لو ما كانش النادي طلعه إعارة أو بنية البيع أو كان بأي حاجة يعني، كان هيبقى فري وكان هيمشي ببلاش. تمام. فكان كان التارجت الأولاني صلاح محسن هو اللي يخرج الأول. ايوه. فبعد ما صلاح محسن خرج كان سيراميكا، أنا بتكلم على سيراميكا سيراميك دلوقتي، كليوباترا. اتكلمت مع أحمد، مع كابتن أحمد سامي، وهو قال لي محمد احنا البادجت بتاع الفلوس كلها حطيناها في اللعيبه اللي احنا جبناها من اول فتره الاعداد، تمام. فاكيد مش هنبقى حاطين شايلين فلوس يعني حاجه على جنب عشان خاطر اللعيبه هنخلصه في اخر يومين، ما كناش عاملين حسابنا. انا على المستوى الشخصي انا مقتنع بيك جدا طول وبحبك الوقت جدا، بيتكلم عن قناعته بيك. وانا بجد بكن لي كل الاحترام والتقدير. فقال لي الموضوع هيبقى اظن صعب، بس فحاولت يعني اخلص في فيوتشر، بس برضو ما حصلش نصيب يعني. من الناحيتين، ولا من برضو مشيت ازاي، او ما حصلش نصيب ليه؟ لا والله مش مش معلومات، فاكر، مش عندي مش بصراحة. عارف. لا تمام. مش اصل انا بجد انا مش يعني انا بقول رغبتي وما بتدخلش بقى في اللي بيحصل اللي على مستوى اصلي التفاوض. ما مش قصتي بصراحة. مفهوم. مع في وكيل لاعبين اي، محترم معايا، في إدارة محترمة معايا، ومش ف سهل وكيل اللاعبين اللي معاك ده، نادر شوقي ده، مش سهل. مش ده مش عارف. طيب جدا والله. طيب جدا. انا اصلا مش سهل كشاطر، يعني شطاره، شطاره بس منه يعني. فمش عارف ايه اللي حصل، وبجد دي معلومة مش عندي ده يعني، بس فما حصلش نصيب. فرجعت بقى للكوتش، قلت تمام. له كوتش انا دلوقتي دخلت له، قلت له كوتش انا دلوقتي حاولت ان انا بكل الطرق ان انا اطلع، بس بجد ما حصلش نصيب وما عرفتش اطلع خالص. قال لي تمام انا هتكلم مع الاداره وهرجع لك. تمام. بعد يومين يعني كنت بتمرن لوحدي، كان الاداري مبلغني من بدري ان انا يعني لما السوق الانترنت اتقفل الاداري بلغني قال لي انت هتتمرن لوحدك. فقلت له ليه؟ قال لي ما اعرفش، دي معلومات. بس فبعد يومين رحت، بعد ما قال لي ان هو هيتكلم مع الاداره فاتكلم مع الاداره ورحت له بعد يومين. قلت له كوتش انا بتمرن لوحدي، انا ما عملتش حاجه غلط، ما اعترضتش على حاجة، ده انت ودايما بنفسك اللي بتكلمه؟ طبعا تمام. ما انا بتمرن لوحدي يعني، انا يا غريبة مش جدا. فاهم، انا مش فاهم حاجة. فقال لي بص هو انا ما عنديش مشكلة معاك، وانت امكانياتك من احسن الامكانيات في الفرقة وكل حاجة، بس انا عندي مشكلة واحدة فقط. قلت له ايه هي يا كوتش؟ قال لي ان انا بمرن 25 لعيب في التمرين بس. فقلت له يعني ايه مش فاهم. قال لي يعني انا لو عندي ملعبين في النادي، يعني لو عندي ملعبين هقسم الفرقه اتنين وهشاركك، هتبقى موجود، بس انا بمرن 25 لعيب بس عشان خاطر اللعيبه بتبقى مركزه، واعرف انا انت يعني اللعيبه تنتج تمام الشغل اللي انا عايزه تمام في اكتر من مدرب بيفكر بنفس الطريقة بالظبط. دي فعلا. اظن يعني هو اوروبا كلها اظن يعني، مظبوط. ما عنديش معلومه قوي متاكد منها، بس اظن اوروبا كلها كده. بس فقلت له تمام، وبعديها رحت بقيت بتمرن لوحدي لفترة كده، وزهقت من التمرين لوحدي. كنت انت وزياد في نفس الوقت، زياد انا طارق. وزياد طارق، انا وزياد طارق. ف روح لما نادر زهقت اقترح، عملت ايه؟ نادر اقترح عليا قال لي ايه رأيك تنزل طيب تتمرن مع الناشئين؟ فقلت له موافق، احسن من التمرين لوحدك. التمرين لوحدك ده ممل.
جدا. اصل يعني ايه هروح مش عامل حاجه غلط عشان اتمرن لوحدي؟ بالظبط، هو اللي كان يعني علامه الاستفهام الكبيره ان انا بجد انا ما عملتش حاجه، انا بجد ما بقولش غير حاضر ونعم. ايه قصه انه وصل له معلومات مغلوطه عنك؟ والله بجد يعني مش عارف، يعني انا اللي كان بيتقال لي كده كان بيتقال لي كده من اصحابي واخواتي انه في الاخبار كلها بتقول كده، بس انا مش عارف ايه المعلومات دي والمعلومات دي نزلت كده ازاي. رحت اتكلمت معاه؟ سالته او سالت كابتن سيد؟ لا خالص، ما سالتوش على قصه انت وصل لك معلومه غلط او حاجه؟ لا خالص. ولا سالت، انا من بعدها ما بقتش حتى اروح التتش خالص. بقيت في مدينه نصر. بقيت في مدينه نصر مع الناشئين، فانا وافقت ان انا انزل مع الناشئين وقلت حاضر ونعم وعمري ما هقدر اتكلم بكده كده، انت في نادي محترم واداره محترمه والاداره وقفت جنبي بصراحه، ومشكورا كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بقى يعمل، هو وكابتن شريف عفضيل المدير الفني بتاع الفرقه السكن تيم بتاع النادي. ايوه بقى يعملوا لي ماتشات وديه مع فرق كبيره، عملت 4 ماتشات وديه، وكان في سبارتا براغا كانوا بيلعبوا الناشئين عندنا. ايوه لعبت الماتش ده. كان في ماتشات بقى مع فرق كبيره درجه اولى.